هذه المرحلة هل نحتاج إلى رئيس أم نحتاج إلى قائد؟ لتوضيح الأمر أكثر نقول الرئيس هو الذي يترأس على غيره وعمله ينحصر في القول، يدي تعليمات وقوانين وأوامر. القائد عمله ينحصر في العمل أو الفعل، ويكون هو في بداية العاملين، يعني بيقود العمال، هو يكون في البداية والجميع من خلفه يعمل. الرئيس لا يعمل، الرئيس يتكلم. هل نحن نحتاج الآن إلى رئيس أم إلى قائد؟ إلى إيه؟ إلى قائد. مواصفات القائد لا تتحقق إلا في المشير عبد الفتاح السيسي. الله أكبر. الرجل الذي لا يقول دائما نحن سمعنا، ولا يقول أنا. هذه صفة القائد، يطرق الكرسي ويعمل أمام الشعب، يكون هو القدوة للشعب. رأينا رؤساء كثيرين أخرونا، ونحتاج إلى قيادة لتأخذ بأيدينا نحو التقدم والحضارة.